الركن الثالث من أركان الإسلام. ركن السياسي ركن إسلامياتي. إيتاء الزكاة. الزكاة بدي. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة؟ شما بيخبرني مس الله عليه وسلم قلت زكاة بدي لنجو الزكاة. لأن الزكاة لابد أن تؤخذ من أموال معينة. شونك الزكاة إش مالك معين تهلداني ده. بمقدار معين. إذا معين أقويها يا في طويها يا. في زمن معين. وقتك معين ده تهلداني. إلى أصناف ثمانية فقط. حيشت مبرا تهلداني ده. إذن الزكاة لابد فيها من هذه الضوابط. جريكي أن بزام الزكاة إجوان شرطات دهنا. يعني الذي يأخذ الزكاة ويعطيها لولدي مثلا أو لزوجتي هذا لم يؤتي الزكاة. مثلا